شكرا فخامة الرئيس. Thank you, Mr. President. والآن مع كلمة سعادة ستيفن سيلج رئيس وفد الولايات المتحدة الأمريكية إلى القمة العالمية للحكومات. And now, ladies and gentlemen, please welcome His Excellency Stephen M. Selig, head of the United States delegation to the World Government Summit, to deliver his speech. Your Highness. Your Excellency, صاحب السمو أصحاب السعادة أيها الضيوف الأعزاء، أود أن أكرر ما قاله السيد الرئيس الأمريكي للتو. أشكركم على استضافتكم لمثل هذا الحدث الهام، ويشرف الولايات المتحدة أن تكون ضيف الشرف في القمة العالمية للحكومات هذه السنة، ويشرفني أنا شخصيا أن أتحدث أمامكم اليوم. أود أن أتقدم بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، الذي استطاع بفضل وضوح رؤياه أن يسهم في إنجاح هذه القمة. كل ثقة في أن الحوار الذي سنشهده خلال الأيام القادمة سيعزز قدرة الحكومات والمؤسسات الدولية، وسيساعدنا على أن نفهم دور القطاع العام والخاص على حد سواء من أجل زيادة فعالية الحكومات. نحن سنناقش مسائل الأمن والازدهار لكل شعوب العالم، فشكرا لكم وتهنئة لكم. أود كذلك أن أشيد بسعادة السفير العتيبة الذي تسنى لنا بفضل جهوده العظيمة أن نحقق الكثير من النجاح، وهو في الحقيقة صديق عزيز لنا. أود أن أعرب عن جزيل دعمنا للسياسات التي تطبقها الإمارات العربية المتحدة في مجال التجديد والابتكار. هذه السياسات هي عبارة عن خارطة طريق ستساعد هذه الدولة على أن تنهض باقتصادها وتجعله أكثر تجديدا وابتكارا، وأن تعزز مؤسساتها، وأن توفر الفرص والأرضية المناسبة لانتهاز هذه الفرص للجميع. إن بلدنا شريك ويسهم في دعم هذه الاستراتيجية، ولا سيما في مجال البحوث العلمية وبحوث الفضاء، فنحن ندعم بعثة الأمل الفضائية. وأنا تحدثت صباح اليوم مع رئيس وكالة الفضاء الإماراتية فيما يتصل بهذا البرنامج البالغ الأهمية والكثير التطور. إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي شريك عظيم بالنسبة لنا، ونحن يمكننا أن نواصل التعاون معها من أجل أن نضغط بكل هذه الأفكار المتصلة باقتصاد التجديد. وفي ظل رئيس أوباما قامت الولايات المتحدة بإنشاء أول خدمات رقمية وطنية في الولايات المتحدة، وهذه الخدمات تقوم حاليا بتوظيف الخبراء والمهنيون وكذلك المهندسون القادرون على أن يوفروا أفضل خدمات للزبون للحكومات، وأن تكون هذه الخدمات بسيطة وواضحة وسهلة الاستخدام. وهنالك وظيفة جديدة، وظيفة كبير المسؤولين التقنيين في الحكومة الأمريكية. هذه الوظيفة تم استحداثها، ويقودها الآن أحد كبار موظفي شركة جوجل في السابق، ويساعد في مجال التجديد والابتكار المتصل بالبيانات. ولدينا أيضا برنامج للمنح الدراسية وللتدريب، ونوفر من خلاله التدريب للموظفين العاملين لدينا في الوكالات التي نتعاون معها. إن التجديد والابتكار مهم، ونحن سنقوم بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل تعزيز شراكتنا معها في مجال التجديد والابتكار. إن هذه القمة تركز كثيرا على موضوع الابتكار، وأنا سأطلعكم على بعض الأفكار التي عرضت فيما يتصل بحالة التجديد والابتكار في العالم. هنالك الكثير من المفكرين الذين كتبوا وألفوا عن اقتصاد التجديد والابتكار. بعضهم تساءل إذا ما كانت الإنترنت توفر بالفعل قيمة مضافة مستدامة بالنسبة للاقتصاد العالمي. وروبرت جوردن كذلك ألف مؤخرا كتابا اسمه نهضة وزوال النمو الأمريكي. وإذا ما قرأتم هذا الكتاب لرأيتم أنه يتحدث عن الكثير من التجديدات والابتكارات
التي تحققت في الفترة الأخيرة التي كانت عظيمة في مجال الكهرباء والصرف الصحي وفي مجال الاتصالات والمواصلات، وتحديدا في مجال الصحة. يقول جوردن أن التطورات التي حصلت في مجال الخلايا الجذعية كانت بطيئة بعض الشيء ولم تسهم بسرعة كبيرة إلى الوصول إلى الأدوية التي نحتاج إليها. وكل هذه الأفكار وكل هذه الحجج تعالج مسألة رئيسية، ألا وهي أن التجديد والابتكار يمكنه أن يقود إلى الكثير من التطور والنمو، سواء كان هذا النمو نموا اقتصاديا، ويمكن أن يقود كذلك إلى الكثير من الإنجازات وإن كان ذلك بشكل بطيء. طبعا هنالك أشخاص لا يوافقون على ذلك، ولا سيما بالنظر إلى التغيرات والتطورات التي نشهدها. مثلا هنالك الشبكات السحابية، هنالك إنترنت الأشياء، هنالك اقتصاد التشارك والتشاطر، وهنالك كذلك السيارات القادرة على قيادة نفسها بنفسها. ولكن بصرف النظر عن رأينا في هذا النقاش الدائر، يمكن أن نقول إن التجديد والابتكار يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الازدهار والرفاه الاجتماعي، وأن من مسؤوليات الحكومات المعاصرة تتمثل في أن تؤدي دورا رئيسيا من أجل استشراف المستقبل ومن أجل تجاوز التحديات والعقبات ومن أجل تحقيق نتائج تغير بالفعل حياة المواطن. هذه أمور نحتاج إليها ولا يمكن أن ننكر أهميتها. يمكن أن نحاول أن نقارن بين نظم الحوكمة المطلوبة وكذلك ما هي النظم التي سنشهدها في المستقبل. في الماضي كان الاقتصاد العالمي تحركه المصانع والمنشآت الصناعية، وكانت الحكومات يحكم عليها من خلال قدرتها على مساعدة المواطن على تحقيق أهداف معينة، تحقيق أهداف تتصل بأرباح معينة، أرباح اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها. ولكن لأن حكومات اليوم والمستقبل ستكون قادرة على السير في مسار التجديد والابتكار، فإن طبيعة الحكومات المسؤولة باتت تتغير. إن الحكومات المسؤولة في الماضي كان نجاحها يقاس بحسب مدى نجاحها في مساعدة المواطن على تحقيق هذه الأهداف والأرباح. أما حكومة اليوم والمستقبل فسيحكم عليها من خلال معرفة مدى قدرتها على تمكين المواطن من تحقيق هذه الأهداف بنفسها. سأعطيكم بعض الأمثلة على ما تقوم به حكومة الولايات المتحدة من أجل تمكين مواطنيها من تحقيق هذه الأهداف. سأبدأ بمجال الرعاية الصحية. فنحن في الولايات المتحدة في وكالة الرعاية الصحية HHS نؤمن بكل هذه الأمور، ونعي أن التحديات الصحية تحتاج منا إلى أفكار مبتكرة، وبالتالي بات لديها صندوق استثماري وبات توزع الجوائز ولديها برامج للتدريب وللابتكار والتجديد. أضف إلى ذلك أننا ومن أجل مواجهة التحديات التي يفرضها علينا زيادة مرتقب العمر، فقد أطلقت هذه الوكالة 70 نموذجا جديدا نقوم باختبارهم من أجل تحسين الحلول المتاحة للمواطن. وفي مجال التربية والتعليم تقوم وزارة التربية والتعليم بتنفيذ برنامج للاستثمار قام بتوفير 1.2 مليار دولار حتى الآن من أجل تطوير برامج تربوية واختبارها ومن أجل زيادة فعاليتها في مجالات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا وغيرها، لأن هذه المجالات هي الأكثر قدرة على تحقيق نتائج طيبة، ولأننا من أجل تحقيق هذه النتائج نحتاج إلى التركيز على التربية والتعليم في المرحلة المبكرة. أشير كذلك إلى أن وزارة التجارة التي أعمل فيها أنا شخصيا تعمل من أجل ضمان شبكة إنترنت حرة ومنفتحة ومستقلة، وأبرمنا عددا من الاتفاقات التجارية التي تضمن سهولة تبادل البيانات، وقمنا بسن مجموعة من السياسات من أجل التسهيل على الشركات حتى يتسنى لها أن تعمل بشكل أكثر سلاسة ويسر، ووضعنا كذلك إطارا يرمي إلى تقليص المخاطر في الفضاء الإلكتروني، وقمنا بزيادة الانتفاع بأن
النطاق العريض للإنترنت ووصلنا إلى شبكة واسعة النطاق للإنترنت تمتد مئات الآلاف من الأميال. وكل هذه الجهود يحركها التزامنا بحماية الملكية الفكرية، ولا سيما لأننا نعمل في اقتصاد تعتبر فيه أصول الشركات الأهم أصولها غير الملموسة، أي الألغوريتمات التي تضعها وغيرها من النماذج. والتجديد والابتكار غير معنى الحكومات المسؤولة في يومنا هذا، وفي الوقت نفسه فقد عزز فكرة المسؤولية في السياق العالمي. وفي السنة الماضية كنا قد احتفلنا بذكرى تأسيس الأمم المتحدة، وهنا أنا أود أن أقتبس وأشير إلى ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى تعزيز التعاون الدولي وإيجاد حل للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية وبناء علاقات صداقة ما بين الدول والأمم والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. وبالطريقة نفسها أشير إلى أن الحكومات المسؤولة تركز على التجديد، وهذا الأمر مطلوب منها، وكذلك كل الأطراف الأخرى المعنية هي أيضا مسؤولة عن ذلك ومسؤولة عن أن تحترم كل ما يرد في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مساعي الدبلوماسية التي نقوم بها. إن مركز مكافحة الأمراض في الولايات المتحدة يستخدم كل الوسائل من أجل مكافحة الأمراض وعلى رأسها الإيبولا، ويتعاون مع القطاع الخاص ويستخدم أكثر التكنولوجيا تطويرا في هذا الصدد. وبهذه الطريقة استطعنا أن نعزز النمو وأن ندعم كل الدول التي تعاني من شتى الأمراض بالتعاون مع العديد من الشركاء. وعندما نتعاون مع شركائنا فإننا نعمل من أجل إبرام الاتفاقيات التي ترمي إلى حرية حركة الخدمات والسلع في شتى مناطق العالم، وأيضا نرمي من خلال هذه الاتفاقيات إلى تعزيز علاقاتنا الدبلوماسية. عندما قامت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باعتماد جدول أعمال التنمية المستدامة، فهي أرادت من خلال ذلك أن تعمل كل الدول على تحقيق التنمية المستدامة. وعندما قامت الدول باعتماد اتفاق المناخ في باريس قبل شهرين ليس إلا، أرسلنا بهذه الطريقة رسالة إلى الجميع مفادها أننا ننوي أن نطور التكنولوجيا وأن نطور مصادر الطاقة النظيفة وأن نقلص انبعاثات غازات الاحتباس المناخي. كل هذه الأمور تحتاج إلى الابتكار والتجديد ما بين الدول حتى تتعلم الدول كيف يمكنها أن تخدم مواطنيها بشكل أفضل، وكيف يمكنها أن تعزز أسس الأمن والسلم الدوليين. نحن نسعى إلى سكان إلى مواطنين في العالم أكثر استقرارا وازدهارا ورفاها، نسعى إلى اقتصاد أكثر تنوعا وحراكا، نسعى إلى حكومات تخضع للمساءلة وتتمتع بالمسؤولية وتحترم هذه المسؤولية. السيد الرئيس قال للتو إن بإمكان بلداننا أن تتعلم من بعضها البعض. يمكن أن نجعل حكوماتنا أكثر مساءلة وأكثر استجابة لرغبات واحتياجات السكان. لذلك فإن هذه القمة مهمة للغاية من أجل تحسين الحوكمة في المستقبل. إن الدول الأكثر من 100 المجتمعة هنا اليوم قادرة على أن تعزز التعاون فيما بينها في مجال التجديد والابتكار للنهوض بمصالحها الاقتصادية والدبلوماسية والاجتماعية والاستراتيجية وبمصالحنا العالمية. أضف إلى ذلك، وربما أهم شيء هو أن هذه القمة تثبت أن التجديد والابتكار قادر على إحداث التغيير بالنسبة للمواطن وبالنسبة للمجتمع الدولي، وأن جهود في هذا المضمار تسير على قدم وساق. وشكرا لكم على إصغائكم. شكرا سعادتكم. Thank you, Your Excellency. نرحب الآن بمعالي جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولي الذي يعرض رؤيته حول الحوكمة الشاملة. And now, ladies and gentlemen, allow me to invite His Excellency Jim Yong Kim, President of the World Bank Group, to deliver his main address on inclusive governance. Hello, everyone.
مرحبا جميعا. إنني سعيد جدا أن أكون موجودا بينكم اليوم. إنني ممتن لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة على كرم استضافته، وبشكل خاص أنا ممتن لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الذي دعاني للمشاركة في القمة العالمية للحكومات. على مدى 60 عاما عمل البنك الدولي مع البلدان النامية من أجل الدفع قدما بالكرامة الإنسانية. نحن فخورون بهذا الحدث لأن الحوكمة الرشيدة هي الأساس للتنمية. أهمية توفير المساواة والخدمات الحكومية وتشجيع الشركات على استحداث فرص العمل، وهذا يعتبر أساسيا لتأمين الفرص والازدهار لهذا للشعوب. اليوم نتحدث عن استشراف حكومات المستقبل. خلال العام الماضي وللمرة الأولى تم توقع أو تحديد معدل الفقر المدقع تحت 10%. هذا يعني أن نحو مليار شخص قد تمكنا من انتشالهم من الفقر المدقع، وأكثر من 700 ألف شخص حتى الآن ما زالوا يعيشون على أقل من دولارين يوميا. إن تجاربنا تقول لنا أن ثلاثة أمور كانت أساسية للحد من الفقر والدفع قدما بالرفاه: أولا النمو الاقتصادي، وثانيا الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية، وثانيا تفادي المخاطر التي يمكن أن تدفع الناس إلى الفقر مشددا مثل التغير المناخي وانتشار الأوبئة وغيرها. بالتالي لابد من أن يتم تصميم الحكومات كي تتمكن من تحمل هذه المسؤوليات المشتركة، وهذا يعتبر أساسيا من أجل تحقيق هدف البنك الدولي، وهو وضع حد للفقر المدقع بحلول عام 2030 وتأمين الازدهار المشترك. بالطبع أن الآفاق الحالية تنبئ بأن ذلك لن يكون سهلا. النمو الاقتصادي الذي يعتبر القوة الأهم من أجل الحد من الفقر يتراجع على المستوى الدولي، والكثير من الأسواق الناشئة تعاني من تراجع في النمو، وذلك نتيجة تراجع الطلب في الصين وانخفاض أسعار السلع. بالإضافة إلى ذلك التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الأرض يعتبر تحديا. فعام 2015 قد يكون الأكثر حرارة، وكل ذلك يؤثر على حياة الملايين والمليارات على كوكب الأرض. الكثير من البلدان تصبح أكثر هشاشة وضعفا، وهذا يتطلب قيادة وحوكمة رشيدة أكثر. الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هذه المنطقة تأثرت بهذه التغيرات إلى حد كبير، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط التي تدفع الحكومات إلى إعادة تقييم السياسات الموجودة لعقود. بالإضافة إلى مشكلة الشركات التي لا تستحدث ما يكفي من الفرص، ومشكلة استيراد وتصدير النفط. بالإضافة إلى ذلك الحكومات التي تعتمد على الوقود الأحفوري لا تجني ما يكفي من المردود، وذلك من أجل مواصلة أنشطتها بطريقة طبيعية. زد إلى ذلك الإجراءات البيروقراطية التي لم تسمح بتأمين الخدمات الضرورية والسماح لفئة الشباب بالمنافسة في أسواق العمل، وبالتالي هذه حقبة تتطلب القيادة. إن تراجع الفرص الاقتصادية في المنطقة، هذه المنطقة التي تعاني أصلا من مشاكل عدة ومن نزوح ملايين الأشخاص في هذه المنطقة، قد أسهمت في أسوأ أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية. فالأغذية باتت محدودة، بالإضافة إلى الكثير من التداعيات الإنسانية الناتجة عن ذلك والتي تعتبر مصدر قلق بالنسبة إلينا. العنف أو التطرف العنيف الذي يعتبر أيضا مشكلة كبيرة، لديها تداعيات على المستوى العالمي. هناك اعتداءات في أفريقيا وأمريكا الشمالية وأوروبا، ولذلك جميعنا لابد من أن نطلع بدور في تصميم حكومات قادرة على التعامل مع مثل هذه التحديات. وبالنسبة إلى الأشخاص الذين يشعرون أنهم معزولون، هؤلاء لا يقدرون على إيجاد فرصة عمل، والنظام الاقتصادي لم يسمح لهم بتطوير مهاراتهم، يشعرون بخيبة أمل كبيرة. بالتالي هذه الظروف تدفع الكثيرين إلى
تحدي كل هذه المصادر التي يعتبرون أنها تعكر حياتهم. تعرفون ما حصل في تونس، محمد بوعزيزي الذي أضرم النار في نفسه، وذلك من أجل الاعتراض على إجراءات حكومية. بالطبع ما فعله بوعزيزي كان نتيجة غيابة الحوكمة الرشيدة في بلدي بعد 10 أيام من وفاته. انفجر هذا الغضب نتيجة أيضا الظروف الاقتصادية الصعبة، وعلى الرغم من أن وعي التونسيين بازدهار بلدهم اعتبر 80% أنهم يعانون الأمرين ويناضلون، وبالتالي كان هناك عدم رضا على الخدمات الحكومية، وبالتالي الحكومة كانت تصعب حياتهم. بالتالي الحوكمة الرشيدة لم تكن موجودة، وهذا ما أفتك بالنسيج الوطني. بالإضافة إلى ذلك لم يكن هناك محاسبة، وكل ذلك أدى إلى ازدياد في انعدام الرضا. فعندما لا تسمح الحكومة للرأي العام بالمشاركة في القرار، فهذا أيضا يزيد من الشكوك. وعندما يكون هناك محسوبيات وعنصرية وفساد، يصبح المواطنون غاضبين. بالإضافة إلى ذلك كل ذلك لا يعتبر ظاهرة جديدة، فنرى ذلك في تاريخ الكثير من الثقافات، ولكن الكثير من الثقافات الأخرى قد تحدث ذلك. أود أن أكرر ما قاله أحد الأئمة، وهو متعلق بما قاله أيضا ابن خلدون، وهو أن النسيج الاجتماعي يعتبر أساسيا لأنه يسمح بتعزيز العلاقة بين المواطنين، ويقوم على العدالة الاجتماعية وتأمين الخدمات الضرورية والعدالة. قال ابن خلدون إن الأسوأ هو أن يكون هناك حكومة غير عادلة لا تضمن حقوق المواطنين وتقف في وجهها. إذن ما هو السبيل الأفضل للمضي قدما؟ نحن نعتقد أن الجواب هو ما ندعو إليه، هو الحكومة الشاملة، لأن دور الحكومة الشاملة يعتبر دورا يؤمن علاقة بين المواطن والحكومة، تقوم على 3 مبادئ. أولا، الحكومة لابد من أن تكون شفافة في عملها وأن تسمح للمواطنين بالانخراط في هذا العمل. ثانيا، لابد من أن تستثمر الحكومة بالناس كي يتمكنوا من الاستفادة من قدراتهم. وثالثا، لابد من تأمين بيئة الأعمال التي تحفز المنافسة والاستثمار، وهذا من شأنه أن يستحدث الوظائف ويزيد من النمو الاقتصادي. هناك قصة من البرازيل تسلط الضوء على ذلك. فالبنك الدولي ساعد الحكومة على تطبيق برنامج يدعى فاميليا، وهو برنامج يرمي إلى تعزيز الفرص للأكثر فقرا، وذلك من خلال تأمين المال للأسر التي تحتاج إلى ذلك، ومن خلال تأمين الرعاية الصحية وكل ما تحتاج إليه هذه الأسر. وهذا قد سمح بالحد من انعدام المساواة الذي يعتبر محركا لانعدام الاستقرار. بالإضافة إلى ذلك تم التركيز على المحاسبة من خلال أي هيكليات، وتم القضاء على الطبقات البيروقراطية وضمان شفافية ذلك. ونتيجة هذا البرنامج كانت ملحوظة، فهذا البرنامج قد ساعد العائلات في تأمين الغذاء وأغراض التعليم الضرورية، وهذا البرنامج قد سمح بتراجع انعدام المساواة بنسبة 21%، وتكلفته تساوي فقط 0.6% من إجمالي الناتج المحلي. وهنا في دبي قد قامت السلطات بتحسين جودة التعليم، واليوم أكثر من نصف الطلاب الإماراتيين قد تمكنوا من زيادة عددهم ودخول المدارس، وهذا قد تحسن بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمسة الأخيرة. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، إن دعوتكم لنا الأسبوع الماضي إلى الجامعات الإماراتية، أو دعوة الجامعات الإماراتية إلى ترشيح أحد الطلاب لكي يحتل منصب وزير، هذا يعتبر ملحوظا جدا ويستحق الثناء.
فإن إشراك المجتمع في دولة الإمارات والبرازيل سمح بتعزيز الاستثمار في الموارد البشرية، وهذا يعتبر عنصرا مهما في الحوكمة الشاملة. فنحن نعرف أن الاستثمار في الناس ولا سيما في فرص العمل والتعليم أساسي من أجل تعزيز الرفاه والازدهار، فهذا يسمح للناس بتفادي الفقر ويبدأوا في مراحل مبكرة بالعمل، وبالتالي هذا يسمح بتحسين فرص العمل مع زيادة عدد الأشخاص المنخرطين في أنظمة التعليم، وهذا من شأنه أن يعود بالفائدة من خلال تقدم اجتماعي واقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، هذا يدفع بالاستثمار بالأمهات والأطفال. ففي باكستان الأمهات اللواتي قد أمضين عاما في التعليم لديهم أطفال يمضون ساعات إضافية في التعليم، فالحكومة قد استثمرت في التعليم وسمحت في إيجاد سيناريو يكافح التطرف العنيف. وعوضا من أن يكون هناك انعدام رضا، قامت هذه الحكومات بنشر الفرص التي تسمح باستحداث الوظائف. بالإضافة إلى ذلك، لابد من أن تتأكد الحكومات من أن تكون بيئة العمل مناسبة للابتكار والمنافسة. أود أن أعطي مثالا عن الصين، فالصين قد تمكنت من تحقيق نمو غير مسبوق في استحداث الوظائف خلال السنوات الماضية، ومعظم هذه الوظائف ولدها القطاع الخاص. وخلال العام الماضي تمكنت الصين في غضون 5 سنوات باستحداث 54 مليون وظيفة. فعندما لا تقوم الحكومة بتأمين البيئة المناسبة للأعمال، فهذا يؤدي إلى رأس مالية غير منظمة تفضي إلى الفوضى. بالتالي لابد من أن تضمن الحكومة العدالة وأن تقوم بإطلاق مبادرات من شأنها أن تحد من التكاليف غير الضرورية للقطاع الخاص. فالدنمارك قد طبق برنامجا بالتعاون مع شركات يسمح بالتخفيف من الأعباء عن هذه المؤسسات، وهذه المبادرة سمحت لدنمارك أن يحل في المرتبة الأولى في أوروبا فيما يتعلق بممارسة الأعمال وفق التقرير الأخير، وهذا يعتبر مثالا مهما جدا. وهناك أمثلة أخرى عن الحوكمة الابتكارية سنسمع عنها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي كل المناطق. إن الطريق إلى الاستقرار والازدهار هو من خلال الحوكمة الشاملة، وهذا يؤمن فرصا تسمح بضمان خدمات حكومية عالية الجودة وتصلح في المجال أمام زيادة التنافسية في أسواق العمل. تونس قد برهنت أن ذلك ممكن، فبعد الثورة هناك اعتمدت الحكومة سياسات وقوانين جعلت صنع القرار أكثر شفافية، وشعب اليوم لديه وصول إلى بيانات مفصلة متعلقة بمداخيل الدولة والخزانة، ويمكن لأي شخص أن يصل إلى هذه البيانات إلكترونيا. عام 2013 عندما أصبح الاستقرار مضطربا، لجنة الحوار الوطني وتمكنت من استخدام سلطتها الأخلاقية من أجل جمع مختلف الجهات السياسية حول طاولة الحوار، وهذا الحوار بدأ يؤمن المحاسبة وإشراك الناس في الحكم وأيضا بناء الدستور، وذلك يسمح بتأمين توافق حول سلسلة من القضايا السياسية والانقسامات الدينية، ومن شأنه أن يحد من العنف. وأيضا قد سمح لهذه اللجنة بأن تفوز بجائزة نوبل. بالطبع هذه الأوقات ليست بالأوقات السهلة وبالنسبة إلى هذه المنطقة، وقد تعهدنا في لندن استخدام أداة مالية لدعم جيران سوريا التي تتحمل عبئا كبيرا فيما يتعلق باستضافة اللاجئين السوريين. وبالتالي نحن نعمل مع شركائنا على سلسلة من الإجراءات الاستثنائية، وذلك من أجل تأمين 200 مليون دولار، وذلك من أجل استحداث الوظائف وزيادة الوصول إلى التعليم في لبنان والأردن. ثانيا، ومن خلال المساعدة من الأمم المتحدة، نحن قد تمكنا من توفير 1 مليار دولار يسمح بتمويل يصل إلى 3 أو 4 مليارات لتمويل سلسلة من
الاحتياجات. إذا هذه المبادرات الجديدة بالإضافة إلى البرامج الموجودة أصلا سيصل إلى 20 مليار دولار، وهذا 3 أضعاف ما استثمرناه خلال السنوات الخمسة الأخيرة. لابد من أن نتحرك بسرعة، وذلك من أجل الاستجابة لكل هذه التحديات، ولا سيما فيما يتعلق بتحدي اللاجئين. ولابد من أن تعمل مؤسسات مثل البنك الدولي على تحسين حياة اللاجئين عندما يصلون إلى البلدان المضيفة، وذلك خلال لدى وصولهم على الفور. لابد أيضا من التحدث عن إلحاح ذلك الآن، فقد كتب أحد العلماء هناك أمور يفوت عليها الأوان. الوقت ليس مناسب لعدم التعاطف، الوقت مناسب للتحرك بشكل إيجابي. وأنا أعتقد أنه لابد من أن نتحرك بطريقة إيجابية، ليس فقط في وجه الأزمات الإنسانية، بل من أجل تفادي وقوعها. ففي هذه المنطقة، أمريكا اللاتينية وآسيا، هذا يعني بناء حوكمة رشيدة. ولابد أيضا من أن أتحدث عن أحد المفكرين الفلسطينيين، أدوارد سعيد. كتابه يتحدث عن طريقة أو عن نظرة الغرب إلى الشرق، هذه النظرة المغلوطة، وذلك أثر بشكل كبير على فكري. كتب مرة أقتبس أن القوة في نهاية المطاف ليست القوة العسكرية، بل القوة الاجتماعية التي تأتي من الديمقراطية، والقوة الثقافية التي تأتي من الأبحاث، والقوة الشخصية التي تسمح لكل مواطن عربي بالشعور أنه في نهاية المطاف مواطن وليس رقما بين أرقام من عدى. إذن هذا أحد ما كتبه أحد المفكرين، وهذه دعوة إلى الحكومات. وهذا يعني أن القادة لابد من أن يكونوا شفافين وأن يعملوا مع الناس، وكما قال سعيد، أن يشعروا أنهم مواطنون في نهاية المطاف. لابد من أن يستثمروا في الناس، وهذا يعني أن يؤمنوا بيئة الأعمال التي تشجع استثمارات القطاع الخاص. قوة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي في الناس، لا سيما الشباب. وإذا ما تم الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية وتأمين الفرص من خلال تنويع الاقتصاد وتعزيز كل هذه الفرص، سيكون مستقبل هذه المنطقة أكثر إشراقا، وسيكون هناك فرص للرفاه والازدهار للجميع. أود أن أشير نهاية وأقول لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أنه خلال زيارتي الأولى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لقد تأثرت جدا وأعجبت بما تمكنت من تحقيقه هنا. وإذا ما التزمت بلدان أخرى في المنطقة بالحوكمة الرشيدة وبما التزمتم به، إن آفاق السلام والاستقرار سوف تتحسن. وأنا أتعهد أننا في مجموعة البنك الدولي سوف نواصل التعلم منكم ومشاركة نجاحاتكم مع بلدان أخرى في العالم، وأتعهد بأننا سوف نقف إلى جانبكم ونقدم لكم المساعدة فيما تواصلون تحقيق أمور لم نتصور حتى نحن أنكم قد بدأتم صاحب السمو بالتخطيط لها. شكرا جزيلا. شكرا معاليكم. Thank you, Your Excellency. والآن يسرني أن أرحب بمعالي خوسيه أنخيل غوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في كلمته نحو حوكمة أفضل لتحقيق الازدهار العالمي. Ladies and gentlemen, please welcome with me His Excellency José Ángel Gurría, Secretary General of the OECD, to deliver his main address towards better public governance to promote prosperity for all. His Highness Prime Minister Sheikh Mohammed صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. His Highness Crown Prince Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum. صاحب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي. أيها الأصدقاء الأعزاء، أيها الزملاء، سيداتي سادتي، أود أن أشكر صاحب السمو
على إعداده وتنظيمه لهذه القمة وإتاحة المجال لنا لحضورها. إن بلادي تشارك فيها منذ بدايتها في عام 2013. إن تعاوننا يركز على دور المنظمة التي أعمل فيها بوصفها تقود جهود الحوكمة على الساحة العالمية، وكذلك تستند إلى علاقاتنا الطيبة مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومع منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط عموما. لقد احتفلنا للتو بالعيد العاشر لبرنامج شمال أفريقيا والشرق الأوسط في منظمتي، وتم تجديد هذا البرنامج لسنوات 5 إضافية. قبل أن أحدثكم عن العلاقة بين منظمتي وبين دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط عموما، أود أن أعطيكم بعض المعلومات والآفاق عن الوضع الاقتصادي في العالم. أقول لكم إن الآفاق الاقتصادية لا يزال يعتريها بعض من عدم الوضوح. كنا نتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بالشكل الأدنى في السنة الحالية مما كانت عليه الحال في السنوات الماضية، وبعد 8 سنوات من الأزمات لم نشهد مستويات النمو الاقتصادي التي كانت سائدة قبل الأزمة الاقتصادية الأخيرة. إن الاستثمار في قطاع الأعمال في بلدان منطقتنا لا يزال متدنيا، وفي عامي 2015 و2016 نتوقع أن تنمو التجارة بنصف السرعة المطلوبة منها. من المفترض أن تنمو التجارة بسرعة أكبر من نمو الاقتصاد. إن هنالك بطء في عدد من المنشآت في أوروبا، والكثير من المنشآت المتوسطة الحجم والصغيرة الحجم لا يمكنها أن تنتفع بالتمويل ولا تملك وصولا إلى التمويل الكافي لها. كل هذه الأمور تؤثر على الكثير من الدول، تؤثر على الدول التي لها دور كبير على صعيد الاقتصاد العالمي والنمو العالمي. إن حالة الركود التي تشهدها البرازيل وغيرها، التباطؤ الاقتصادي في الصين وكذلك التراجع الاقتصادي في بلدان أخرى يؤثر على الكثير من الشركاء في الدول الأخرى. أضف إلى ذلك تذبذب أسعار بعض العملات وصعوبات اقتصادية من أنواع أخرى، كلها تؤثر على الاقتصاد العالمي. لذلك فإننا لا نتوقع نموا اقتصاديا سريعا، وإنما نتوقع أن يزداد النمو بشكل بطيء ليصل إلى 3.6% بحلول عام 2017، أي أن التعافي سيكون بطيئا فعليا وسيكون تدريجيا إلى حد كبير. وبطبيعة الحال منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط تشهد الكثير من التحديات، ففيها معدلات بطالة مرتفعة وعدم مساواة بين السكان يصعب الأمور على المنطقة وعلى السكان. النمو في هذه المنطقة لم يزدد بشكل يفوق 3% خلال السنوات الماضية، وهنالك فوارق هائلة بين البلدان، ولا سيما بين البلدان المنتجة للنفط والمستوردة للنفط. أضف إلى ذلك أن الأوضاع الأمنية في بعض بلدان المنطقة قد اضطرت الملايين من السكان في هذه البلدان للفرار من ديارهم. لذلك بات من المهم أن نعزز التعاون فيما بيننا لكي نساعد هذه الدول على أن تنهض بنمو اقتصادي أكثر استدامة وأكثر قدرة على الصمود والتصدي للصعاب. إن منظمتي تعمل منذ أكثر من عقد من أجل دعم الحكومات في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط من خلال مبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. نحن نتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا التعاون أثمر إلى حد كبير في مجالات التربية والتعليم والمساواة بين الجنسين والحوكمة العامة وكذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم. إن تعاوننا في مجال المساواة بين الجنسين وفي مجال الحوكمة قد أسهم في إنشاء عدد من المؤسسات والمجالس، من بينها مجلس دولة الإمارات العربية المتحدة المعني بالتوازن والمساواة بين الجنسين. واليوم سررنا بلقائنا مع رئيس هذا
مع رئيس البرلمان وكذلك مع عدد من الوزراء ومن بينهم وزيرة التنمية والتعاون. فتهانية لكم. We have been working with the Gender Balance Council. نحن نعمل مع هذا المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين من أجل توفير المزيد من الفرص، ونعمل مع المركز المعني بالتجديد والابتكار الحكومي الذي يرمي إلى زيادة انتفاع كل السكان بالخدمات الحكومية والعامة بما فيهم النساء. نحن كذلك ندعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال جمع البيانات وتعزيز قدراتها الخاصة بجمع البيانات، مما أفضى إلى إنشاء هيئة وطنية تعمل في هذا المجال في نهاية السنة الماضية. نود أن نقول لكم إنه لا يمكن أن ندير البيانات التي لا يمكننا أن نجمعها، ولا يمكن أن نقيس البيانات التي لا يمكننا أن نديرها، وبالتالي إن إنشاء هيئة من هذا النوع مهم للغاية. نرغب في تعزيز تعاوننا مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومع كل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل الترويج لأفضل الممارسات. نريد أن يرتكز التعاون فيما بيننا على إشراك المواطنين على نحو أكبر. بإمكان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن تقدم دعما كبيرا من أجل جعل بلدان هذه المنطقة أكثر إشراكا ودمجا للجميع من خلال توفير نموذج نمو يتيح الازدهار وتحقيق الازدهار للجميع. إن منظمتي تركز على التنمية المستدامة وتناقش هذا الموضوع، وذلك من خلال مبادرة إشراك الجميع من أجل نمو شامل يشرك الجميع. إن هذه المبادرة هي ردنا على اللامساواة. اللامساواة تضر بنا جميعا وهي تزداد، وازدادت إلى حد كبير خلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة. وردنا على ذلك هو أن علينا أن نشرك الجميع وعلينا أن ندمج الجميع ونشملهم في عملنا، ونحن نتعاون معكم في هذا المضمار. أيضا في السنة الماضية أصدرنا تقريرنا المعنون الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو من بين التقارير والجهود التي نبذلها ونعدها خلال السنوات العشرة الأخيرة. وقد بيّن هذا التقرير أن غياب النمو الاقتصادي الذي يشرك الجميع قد أدى إلى حالة من الضعف والاستضعاف في صفوف الكثير من الشباب من النساء والرجال. جيم، أنت تعمل في هذا المضمار أيضا، وأنت من السباقين، وأنت تعرف أن الأدلة والبراهين هائلة في هذا الصدد. فمعدلات البطالة في صفوف الشباب ازدادت بشكل صاروخي لتصل إلى أكثر من 30% في ليبيا، في مصر، وفي أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية. وهنا أود أن أشير إلى أن عددا من البلدان الأوروبية الأكثر تطورا في العالم أيضا تشهد معدلات بطالة في صفوف الشباب تفوق 40 وتصل إلى 50% أحيانا. إنها لعنة تصيبنا جميعا، وهي إرث خلفته لنا الأزمة الاقتصادية والمالية. التقرير يدل ويشير كذلك إلى أن الشباب في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تراجعت مستويات ثقتهم في حكوماتهم مقارنة بذويهم. لقد تراجعنا من حيث الثقة، ثقة المواطن في الحكومات. علينا أن نثق بهؤلاء الشباب. هؤلاء الشباب يرغبون بأن لا يتركوا هامشا في إطار كل هذه النقاشات المتعلقة بالسياسات وغيرها من أجل رسم معالم المستقبل. إننا أمام الكثير من التحديات، وجيم تحدث عنها قبل قليل. قلت لكم إن هنالك تحد آخر يتمثل في انعدام المساواة بين الجنسين. نحن بحاجة لهذه المساواة من أجل أن يتسنى للرجال والنساء على حد سواء أن ينجزوا كل ما يطمحون إليه. لو استطعنا أن نوفر فرص عمل للنساء تشبه فرص العمل المتاحة للرجال، فإن إجمالي الناتج القومي السنوي يمكن أن يزداد بنسبة 12% خلال السنوات العشرين القادمة. وقد
قد يصل إلى 25%، قد تصل هذه الزيادة إلى 25% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذه الأرقام طبعاً عندما تسمعون كل هذه الأرقام وكل هذه النسب المئوية قد تثير لديكم حالة لبس وقد تختلط عليكم الأمور، ولكننا نحاول أن نزيد من النمو الاقتصادي بنسبة الربع في غضون جيل واحد من خلال إشراك النساء. إنه هدف رائع، والنساء لديهن الكثير من الإمكانيات والطاقات التي يمكننا أن نفجرها بهذه الطريقة. في الكثير من البلدان المواطنون يشيخون ويزدادون في السن، وبات الوضع لا يحتمل لأن هذه المجتمعات لا تشرك النساء أيضا. نحن بحاجة لأن تركز حكوماتنا على القطاع العام، وأن يكون هذا القطاع العام مبتكرا وتجديديا يوفر الخدمات للمواطنين ويوسع الخدمات المقدمة لهم ويدعم الأعمال والمنشآت التي توفر فرص العمل والتي توفر خدمات اجتماعية متاحة للجميع، ولا سيما خدمات الصحة والتربية والتعليم. إن الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينبغي أيضا أن تسعى لإيجاد طرق جديدة لتلبية احتياجات ورغبات المواطنين. عليها أن تكون دائما مبتكرة وتجديدية، وأن تشرك المواطن في تصميم الخدمات العامة. في تونس بدأوا بتطبيق جدول أعمال الحكومة التجديدية والمبتكرة، وهنالك اجتماعات تنظم بشكل شهري بمشاركة الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. صاحب السمو، إن دبي والإمارات العربية المتحدة تشجع وتروج للحكومات المفتوحة، وأنتم تقودون الجهود في هذا المضمار، وأنتم خير مثال على الالتزام والتعهد بالنهوض بالشفافية والمساءلة وسيادة القانون. ينبغي علينا جميعا أن نركز جهودنا على هذه المجالات الثلاثة، أن نجعل الحكومات أكثر استجابة لاحتياجات ورغبات السكان. لهذا نحتاج للأدوات الضرورية، من بينها مرصد التجديد والابتكار في القطاع العام، حتى نتبادل أفضل الممارسات في مجالات الحكومة المفتوحة والشباب والمساواة بين الجنسين وغيرها. الحكومات كذلك ينبغي أن تستغل الفرص المتاحة من خلال البيانات الهائلة أو البيانات المفتوحة من أجل توفير الأدلة والبراهين على سلامة السياسات التي تنفذها. كما قلت لكم، إذا لم يتسنى لنا أن نقيس الإنجازات فلا يمكن أن نديرها، وإذا لم يكن باستطاعتنا أن نقيسها فلا يمكن أن نحسنها. وبالتالي ينبغي على راسمي السياسات أن يبحثوا في تلك السياسات وأن يتحققوا من أنها ناجحة. يمكن أن يستخدموا وسائل متنوعة على المستوى الوطني ودون الوطني والمحلي. نحن أحيانا نعمل على المستوى الإقليمي فنعد التقارير في هذا المجال، ونقصد بذلك التقارير عن الحياة في إقليم معين أو منطقة معينة أو دائرة معينة أو بلدة معينة. وبهذه الطريقة يمكن أن نحسن حياة المواطن. النهوض بالنمو الذي يشرك الجميع يحتاج إلى الابتكار والتجديد، حتى تظل الحكومات قادرة على تلبية الاحتياجات في ظل الصعاب وفي ظل التحديات الناشئة. إن الرؤية 2021 في دولة الإمارات العربية المتحدة هي خير مثال على هذا النهج المطلوب من أجل معالجة الصعاب والتحديات، ومن أجل جعل كل السكان يشعرون بملكيتهم لهذه المشاريع من أجل مستقبل أفضل، ويلتزمون بهذه الرؤية وبهذه المشاريع. إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعرف طريقها وتبين لنا كيف ستصل إلى تلك الطريق. إن هذه الرؤية هي بمثابة جهاز تحديد الطريق، خارطة الطريق وجهاز لتحديد الوجهة بالنسبة لدولة الإمارات العربية استنادا إلى عدد من السياسات. أدعوكم لأن تشاركوا في المنتديات المختلفة التي تنظمها منظمتي، حتى يتسنى لنا أن نناقش أفضل طريقة ممكنة من أجل استغلال التجديدات والابتكارات في مجال السياسات العامة والقطاع العام لتلبية احتياجات المواطنين. وهنا أشدد على ما قاله السيد ممثل
الولايات المتحدة الذي شدد على أهمية التجديد والابتكار من أجل تحسين حياة المواطنين. أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، سيداتي سادتي، أنتم في قلب الحكومات، أنتم تعملون في مجال الإدارة والحوكمة وفي مجال الأخلاقيات وفي مجال التطوير، أنتم قادة، أنتم وبوصفكم قادة تملكون القدرة والنفوذ الضروري من أجل إلهام المواطنين حتى يتحركوا وحتى يتحلوا بالمسؤولية وحتى تشركوا أنتم الشباب في الحياة المدنية في بلدانكم حتى يشعر كل مواطن بأنه يملك بلده ومشاريع بلده ويشارك في إدارة بلاده. إن منظمتي مستعدة لأن تدعمكم وتدعم كل الرؤية التي ستضع وتدعم طموحكم للمستقبل والحلول التي ستضعونها من أجل حوكمة أفضل، من أجل إدارة عامة أفضل. يمكنكم أن تعتمدوا علينا وباستطاعتنا يدا بيد أن نصمم وأن نطور وأن نوفر لكم سياسات أفضل من أجل حياة أفضل. شكرا لكم.